جهود متواصلة تبذلها السلطات بمحافظة حضرموت لتعزيز مكانة ميناء المكلا والرقي به على خارطة الملاحة الدولية. فلم يمضي أكثر من شهرين على استقبالها للخط الملاحي كوسوكو حتى دشنت خطا ملاحيا ثالثا يربط المكلا بدول شرق آسيا وشبه القارة الهندية والخليج العربي. تم تدشين الخط الملاحي الثالث بعد أن تم تدشين الخط الملاحي الثاني قبل شهرين. هذا سيشكل نقلة نوعية للحركة الملاحية في ميناء المكلا ويأهلها للانتقال إلى مصاف الموانئ العالمية. أول سفن الخط الجديد كانت قد وصلت للرصيف الثاني في الميناء محملة بنحو 200 حاوية تحمل مواد غذائية واستهلاكية. نحتفل اليوم بتدشين الخط هورايزون شيبن لاين. الخط هذا يقدم المكلة ويربطها بعدد موانئ في شرق آسيا والخليج في الرحلة الأولى ب 200 حاوية، وإن شاء الله بإذن الله خلال من 10 إلى 15 يوم حتكون معنا رحلة ثانية بإذن الله بنفس الكمية، وهذه ساهم نقلة في توفير كثير من فرص العمل للأيدي العاملة بالنسبة للميناء. الإقبال المتزايد للحركة الملاحية دفع السلطات إلى الشروع في تأهيل ساحة للحاويات وتنفيذ عمليات رفع لعشرات الأطنان من حطام السفن والقوارب القارقة في حوض الميناء. حوض الميناء في بعض السفن القديمة التي يعني تهالكت وغرقت في النهاية، فنحن قد بدأنا في عملية إنشائها، وتشلنا قطعة من هذه السفن، جزء منها اللي كان موجود بجانب الكنترول هناك، كان عددها تقريبا 4 أو 5. عندما نشيلها بالكامل بيكون حققنا إنجاز كبير للميناء. ويتزامن تدشين هذا الخط مع وجود مفاوضات لاستقبال خط الرابع من مدينة جدة السعودية خلال الأشهر القادمة، حيث يرى اقتصاديون أن الاستقرار الأمني الذي تعيشه حضرموت ساعد في جذب وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية. بتدشين هذا الخط الملاحي الثالث والذي سيربط بين اليمن وشرق آسيا والخليج العربي، يكون ميناء المكلا قد خطى خطوة جديدة صوب تعزيز حضوره على الخارطة الملاحية الدولية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.